نحن نعرف أن دولة الإمارات مرت وما زالت تمر بنهضة عمرانية كبيرة، ففي طبيعة الحال نحن نستهلك كميات كبيرة في الدولة من سلعة الحديد، واللي كانت تستورد كميات كبيرة وفي نفس الوقت بأسعار عالية. بناء على هذا ومنطلق احتياجات السوق من الحديد لتطوير القطاع الإنشائي والتعميري والبنية التحتية في الدولة، قامت حكومة أبو ظبي من خلال الشركة القابضة العامة صناعات بتطوير هذا القطاع الحيوي، قطاع صناعة الحديد، وتم بناء عليه تم إنشاء شركة حديد الإمارات. يقع مجمع حديد الإمارات في إمارة أبو ظبي، وتحديدا في منطقة المصفحة الصناعية التي تبعد حوالي 35 كيلومترا عن مدينة أبو ظبي. ويعتبر هذا المجمع أول وأكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات، يقوم بإنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة. لدى الشركة حاليا 11 مصنعا، منها 3 مصانع للاختزال المباشر للحديد، و3 مصانع لصهر الحديد، و5 مصانع لدرفلة وتشكيل معدن الحديد، بالإضافة للمناطق المخصصة لتخزين المواد الخام.